سلام الله عليكم البنات، ان شاء الله كل وحده دخلت لهاد القناه نقول لها مرحبا بك، صلي وسلمي على رسول الله. واليوم يا البنات راح ندير لكم واحد الطبق ان شاء الله رايحين ما تستغناوش عليه منه والفوق، طبق رائع اقتصادي بنين بزاف بلا لا كريم فخاش وبلا ياغورت طبيعي، فيه مكونات بسيطه جدا والبنه رائعه. عندي هنايا نص درت تاع الدجاج مرحي، حطيت له ملح، لا موتارد، فلفل الكحل، نصف ملعقة تاع لاموطارد، الملعقة الكبيرة حطيت منها النص. عندي هنايا بالنسبة للتوابل زنجبيل، راس الحانوت، كمون وفلفل كحل. من بعد رايحة نضيف لهم ثلث فصوص تاع الثوم، هادو هما نسكرفجهم، زوج ملاعق كبار تاع زيت، ونخلط كامل المكونات مع بعض. البنات انا صدقوني هاد الطبق يعني من اروع الاطباق. كيما قلت لكم لا كريم فخاش كاين بزاف ما يلقاوهاش ولا ما يحبوش البنه تاعها، كيما انا وحده ما نحبش لا كريم فخاش، الله غالب، كل وحده والذوق تاعها تجيني ثقيله وميدومه، ما راجلي ما يحبهاش، لهذا درت لكم البديل تاعها الرائع بمكونات موجوده في كل بيت. انا وحده راجلي كان ما ياكلش كامل الاطباق اللي فيهم لا كريم فخاش، ما يحبهمش، يقول لي ما نحبهم، بصح كي درت هذا الطبق والله غير عجبه، ربي يشهد، قال لي بنين وهذيك لاصوص اللي فيه خفيفه وهايله. انا البنات عجنت كامل المكونات اللي قلت لكم عليهم مع الدجاج وجيت باش نشكله. بالنسبه للتشكيل انا رايحه ناخذ كميه تاع دجاج نحطها في كيس بلاستيكي مسحته بشويه تاع الزيت، وجيت للحشوه. انا رايحه نحط هنايا بالنسبه للحشوه رايحه نحط الجبن الابيض، نتوما لكم الاختيار، تحبوا ديروا سلق، تحبوا ديروا فيونداشي مع الفرماج، ليكم الاختيار. درتها كيما البسكويت ولي عادي هكا باش الفرماج هذا يقعد لي لداخل. وعندي كميه تاع فارينه رايحه نرمدهم مليح في الفارينه حتى الاطراف، ونحطهم يعني بجيه، نكمل كامل نفس بنفس الطريقه الكميه اللي عندي كامل. والبنات من فضلكم قولوا لي شكون اللي ما تحبش الاطباق اللي فيهم لا كريم فخاش، وشكون اللي تجيها ثقيله، شكون اللي ما تعرفش تختار النوعيه، يعني خلوا لي رايكم في التعليقات هكذا باش نعرف. واليوم هنيتكم منها نهائيا، عطيتكم واحد البديل بقاو دائما تستخدموه، والله غير يعطيكم نتيجه بنينه على لا كريم فخاش. انا كملت كامل الطريقه تاع الدجاج كيما المره الاولانيه، عادي نحشيهم ونحطهم من الكمية، يخرج لي كمية رائعة، وندوزو باش نطيبوها. بالنسبة لبنات الطبق هذا رايح نطيبو في الطاجين، يعطيكم واحد البنة على بالكم، الطاجين ثقيل ويطيب مليح وما يلصقش. حطيتو يسخن على نار متوسطة، ما تنقصولهاش للنار، حطو نار متوسطة، حطيت فيه مارغارين نصف ملعقة وزوج ملاعق تاع الزيت، خليهم يسخنوا مليح مليح، ونحط هنا هاد الدجاج ننفضه من هذيك الفارينه الزايده ونحطو يطيب. البنات هنايا هاد الطاجين ما يخليش الدجاج يلصق، هذه اول حاجه. ثاني حاجه الكميه كما اللي تكون عندكم تطيب لكم على خطره، حتى الا كانت عندكم عائله كبيره، ماشي كيما المقالي هذوك الصغار تبقاو تقلو بزوج ثلاثه وتنحو زوج، هذا لا لا، يسلككم، واهم حاجه يعطيكم تحميره شابه، وقلت لكم ما يلصقش. نجوزو هنايا باش نخدمو مع بعض، نخلو هاد الدجاج يطيب ونجوزو باش نخدمو بديل لا كريم فخاش اللي فيه نص كاس تاع حليب. عندي هنايا زوج قطع تاع جبن ابيض، هذه ملعقه صغيره كيما راكم تشوفوا ممسوحه تاع فارينه، وحطيت ملح وفلفل كحل ونخلطو. البنات الحين تقولوا لي الحليب ما الحليب، نقول لكم لا كريم فخاش فيها الحليب، مام الياغورت طبيعي فيه الحليب، المهم نخدمو مليح بالبراميكسور، ولا تحبوا ديروا في الطاس ولا. وجيت هنا لهاد الدجاج، شوفوا البنات تحمر لي وطاب لي على كامل الاطراف، على بالكم الدجاج ما فيهش الروح، سختو استرتع الدجاج يطيب بالخف، بقاو تقلبوا به تقلبوا فيه على كامل الاطراف. من بعد هنا باش نحي هذيك البنه حطيت نص كاس ماء، وحطيت هذاك البديل تاع لا كريم فخاش، ورايحه نضيف له هنايا شويه ولا كميه كيما تحبوا، يا اما زيتون يا اما لي شامبينيون اللي كنت قليتهم مليح في شويه تاع مارغارين، نتوما ليكم الاختيار. هاي ليك تحبوا تبدلوا ديروا الزيتون، اللي ما يحبوش تقدروا يعني تبدلوا. ونرجع هذاك الدجاج، رايحه نرجعه كامل
نخليه البنات بلا ما نقلبه، نخليه يطيب على نار قليله بلا ما نقلبه. اذا شفتوا هذا الصوص يعني عقدت لكم، تقدروا تزيدوا لها شويه تاع حليب ولا ما عادي، برك الدجاج ما نبقاش نقلب فيه باش يحافظ لي على هذا اللون الذهبي الرائع. وبالنسبه باش نرافق هذا الدجاج، انا حبيت نرافقه اليوم، يعني حبيت نحي البطاطا ونحي البطاطا المقليه وهذو، حبيت ندير هنايا معاه البرغل. كاي اللي يعرفوه معليش، حطيت شويه تاع مارغرين مع زوج ملاعق زيت، حبه تاع بصل قطعتها رقيق، نقعد نقلي فيها بهذه الطريقه حتى تذوب لي شويه وتحبط لي. من بعد نضيف لها الثوم، انا هذه الثوم جديده يعني على بها لونها راه هكا، راهي كاينه البنات شروها استغلوها، يعني فيها فوائد خير من هذيك اليابسه وهذيك اللي راهي تجينا ملهيه. ومن بعد البنات حطيت هنايا حبه تاع طوماطيش سكرفشتها في السكرفاج الرقيق وحطيتها، كيف كيف نخليها تتقلى وندوزو باش نحطو طوماطيش مصبر. انا هنايا استخدمت طوماطيش عمور، حطيت نصف ملعقه كبيره، ما تخافوش ما يجيش قارص البرغل، يرفد هاد المكونات ويجي بنين مقاديره مضبوطه. حطيت هنايا هريسه، كيف كيف درت هريسه عمور ثاني تعطي بنه. حطيت هنايا كركم، عندي كمون وشويه تاع فلفل كحل واكيد ملح. البرغل ماهوش غالي بزاف البنات، ماشي كيما كان في البدايات كي دخل الجزائر كان غالي، راه 30000 للكيلو، كان 28000 وزادوا له وصل 30000، ما كاش حاجه قاعده رخيصه، يعني راه يسوى كيما باقي الحبوب. وهنا البنات شوفوا درت مرق عادي ما فيه والو، هذيك الكركصه يعني تاع الدجاج درتها تغلي في الماء فقط اللي نحيتها من الصدر تاع الدجاج. وهنا عندي عبر تاع برغل، رحت غسلته بالماء شللته مليح وجبت حطيته هنايا. نتوما عبروا تحبوا بالكاس ولا العبر اللي يناسبكم، هو يتنفخ البنات كيما الرز، انا الصراحه نحبه على الرز. كل عبر تاع برغل يعطيني ثلث، نخدم به ثلث عبار تاع الماء. انا هنا درت هذا المرق، نتوما لكن ما عندكمش ديروا ما عادي، انا هنا ما كفانيش رحت جبت العبر الثالث ما سخون وحطيته. اكيد مرقوا سواء المرق ولا الماء يكون سخون، ونغطيه نضيف له فقط هنا حبه تاع فلفل ونخليه يطيب البنات على نار قليله اقل درجه عندكم، ما تحركوه ما تمسوه ما والو، خلوه حتى يطيب لكم. وجزت هنا باش نعرفكم يا البنات على واحد المنتوج جبتو لكم، حبيتكم تتعرفوا عليه، على بالي شفتوه من قبل من عند فيتفيا. هاد التيزانه ولا يعني هذا الشاي هو مكوناته 100% طبيعيه، فيه يعني الشاي الاخضر، فيه الشاي البني، فيه الزنجبيل، فيه فواكه مختاره بعنايه كيما الرمان كيما الاناناس، قلت لكم يعني كامل المكونات تاعو طبيعيه 100%. هاد يعني تيزانة تعاونكم على تخلص من السموم اللي في الجسم، على انقاص الوزن، يعاون البشره، يعاون الشعر، ويعطيكم طاقة ليوم كامل، يحسسكم بالشبع، يعاونكم على الرجيم. البنات هنا راح نعطيكم السعر تاعو، بالنسبة للسعر إذا خذيتو هنايا علبة واحدة الحين يحسبوها لكم 400000، أكيد تشد لكم شهر كامل. وإلا حبيتو تدو ثلاث علب يحسبوهم لكم 800000، يعني عندكم علبة يعني مجانية مع هاد التيرمو. البنات هاد التيرمو تقدروا تحطوه في الصاك، يعني اذا كنتوا تخدموا باش هكا تشربوا تيزانه تكون سخونه في هذا البرد. ونعطيكم طريقه الاستعمال تاعها البنات، هنايا رايحين تحطوا كميه تاع التيزانه، تحطوا لها الماء سخون وتخلوها تطلق لكم مده وتتناولوها، نتوما وجدوها من قبل ورايحين تتناولوها يعني وقت الحاجه تاعكم. كما قلت لكم هنايا المنتوج هذا راح نخلي لكم الرقم تاعو، والتوصيل لكامل الولايات مجاني، يعني يوصلكم حتى لباب الدار، اتواصلوا معاهم. اكيد راح نخلي لكم كامل المعلومات في صندوق الوصف، ودوك نزيد نحط لكم الرقم ديالهم. البنات نتمنى ان شاء الله تطلبوا هذا المنتوج طبيعي، قلت لكم 100% كامل مكوناته مختاره بعنايه، يعني ان شاء الله رايحين تطلبوا وتتناولوا يعني هاد التيزانة. هذا هو الرقم اللي تطلبوا منه المنتوج، هو واضح على الشاشة وضحته لكم.
ان شاء الله رايحين تطلبوا، قلت لكم كامل المعلومات نخليهم لكم في صندوق الوصف. هكذا البنات هكذا رايحين تطلبوه ان شاء الله ويوصلكم حتى الباب الدار. هذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، طبق رائع. شوفوا يا البنات انا قسمت برك هذاك الدجاج على اثنين، تجي هذيك الحشوه تاع الفرماج لداخل، هذيك الصوص رائعه، وهذاك البرغل انا فقط يعني درتو في حاجه اللي تقدروا تقلبوها وتتحصلوا على اروع طبق. البنات اللي وصلتوا لهذه المرحله خلونا نعرفوا اكبر عدد تعجامات تحطوهم لي، هكذا نفرح. تعليق جامل الفيديو الله يسعدكم يفرحكم يهنيكم، كامل المعلومات نحطهم لكم في صندوق الوصف على المنتوج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.